صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميت غاديو. مرحبا بكم معنا في أولى حلقتنا خلال هذا الأسبوع من برنامجكم صحة وسلامة. طبعا بداية كل أسبوع كتكون مع الأستاذ محمد الحليمي أخصائي التغذية الصحية والحمية العلاجية. باش اليوم موضوعنا غادي يكون على المخللات، أي حاجة كنصيروها ولا كنرقدوها، ممكن يكون حامض، زيتون، بعض الأنواع ديال الخضر. فهذه فرصة باش نعرفوا هاد المواد لما كنحضروها بهذه الطريقة التأثير ديالها على الصحة ديالنا كيفاش كيكون، واش إيجابي أو لا سلبي. هذا هو الأمر اللي غادي نكتشفه اليوم من خلال برنامجكم صحة وسلامة رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. فمرحبا بتواصلكم معنا على الأرقام اللي مفتوحة دائما 0522 46 72 50 51 أو 52. كيمكن لكم تواصلوا معنا عن طريق رقم 5080. فقط في أول SMS كتبوا كلمة صحة SHA، خلوا فرق صغير وبعثوا سؤالكم للرقم 5080. أستاذ الحليمي معنا على الخط، فصباح الخير وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة. أختي عفاف وتحية فريق العمل وتحية المستمعين الكرام وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله يكون أسبوع موفق للجميع إن شاء الله. يا رب إن شاء الله، هذا ما كنتمناه للجميع. أستاذ الحليمي لما كنتكلموا على أي حاجة اللي هي مخللة أو لشي حاجة اللي مصيرة ولا مرقدة، أنتم كأخصائيين في التغذية يعني شنو التعريف اللي كتعطيه لأي مادة غذائية لما كتصنع أو كتحضر بهذه الطريقة؟ نعم، أولا بالنسبة لهذه الطريقة هذه ما هي إلا تعكس الذكاء ديال الإنسان في قديم الزمن، لأنها يعني طريقة قديمة جدا وطريقة اللي هي غادي نشوفوا بأنها طريقة راقية إذا ما احترمت الشروط ديالها. لما نتحدث عن مثلا عن القديدة، عن هاد الأشياء اللي هي المخللات، عن هاد الطرق هذه، هذا من اكتشاف الإنسان القديم، وإلا بغينا نقوله شكرا نقوله شكرا للإنسان القديم ماشي للتصنيع. علاش؟ لأن يعني الإنسان القديم هو من اكتشف بأن الملح وأن الصوديوم هو مادة حافظة، يعني كان كيديرها في القديدة، كان كيديرها في بزاف ديال الأشياء. الإنسان القديم هو من اكتشف هاد المخللات وهاد الطريقة ديال التخمير، وكانت الطريقة راقية. علاش؟ لأن يعني الله سبحانه وتعالى كيقول بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، والله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن كل شيء خلقناه بقدر. شنو معناته بقدر؟ في قديم الزمن كان الإنسان كيمشي للغابة، كيمشي للغابة، الغابة فيها واحد النوع من الظل، كيكون واحد الظل وكيكون واحد النوع من الرطوبة. لما كيكون الظل وكيكون الرطوبة، الإنسان لاحظ أن بعض الأغذية وخصوصا بعض الفواكه لما تتساقط وكتطيح في هاد المكان اللي هو مكان رطب زائد ظل، هناك واحد التخمر، ومن هنا الإنسان اكتشف هذه الطريقة هذه. وبالتالي باش نوضحوا بأن الفضل يرجع إلى الإنسان القديم، هو اللي أعطى الطريقة الصحيحة. لما نتحدث عن 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 هذه المسألة ديال 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 التخليل، هي قوة غذائية. أنا نتحدث لما كنقولوا هذه الأشياء هذه، هذو كيتسموا لي زاليمون لاكتو فيرمونتي أو لا الأغذية المخللة. اليوم كنسمعوا ما يسمى هادشي، علاش ارتأيت انني نهضر على هذا الموضوع؟ لان كثر الكلام على البروبيوتيك والبريبيوتيك. غير بغيت نذكر بان المغاربه داروا البريبيوتيك وداروا البروبيوتيك في قديم الزمان. شي المغاربه الانسان الكائن البشري كان كيعرف البروبيوتيك والبريبيوتيك، ما نبقاوش نزينوا بالاسماء، بعض الاسماء وبعض المصطلحات وكتبان بحال الا اشياء مبتكره واشياء اللي هي جديده، مع العلم انها اشياء قديمه. والتقاليد الغذائيه المغربيه وكلشي كيعرف، والمغاربه كيعرفوا والناس كيعرفوا بان المغاربه صيروا الحامض، صيروا الجزر اللي واحد زوج المغاربه كيعرفوا، الزيتون، صوبوا الخميره البلديه، صوبوا الخيار، هادو ما كامل كانوا المغاربه كانوا كيصيروهم. وبالتالي هاد الاغذيه هذه استعملت في قديم الزمن، قلت أنا كان ذكاء رائع من الناس، هذه القوة، هذوما البكتيريات، هذوما البروبيوتيك والبريبيوتيك. الهدف ديال الإنسان شنو كان؟ هو إغناء الغذاء عكس اللي كاين دابا. علاش؟ لأن ما كانش النظرة التجارية، يعني في قديم الزمن ما كانش هناك نظرة تجارية، كان ذكاء. علاش؟ باش الإنسان يحافظ على هذوك الأغذية. شنو قال الإنسان؟ ألو عطى واحد الهدف اللي هو عزز هذه الأغذية البكتيريات، ولما كتكون واحد التخليل ويكون هذا التحميض هذا كتكون عندنا انزيمات، لان الغذاء كيكون تقريبا اللي هو كيكون مهضوم. والانسان ماشي غير دار هكا، الانسان دار السمن اللي بحال مثلا انا كنقول راه الجسم ديالنا بحال هكا، لما كتشد مثلا الجزر وتشد مثلا الحامض وتشد السمن ولا تشد الزيتون وديروا الطريقه على طريقه مثلا المخللات ولا مثلا السمن، انت كتعطيه ظروف، فقط ظروف
الظروف شنو هي ديك الظروف اللي كتحطوا فيها، والطبيعه كتشتغل، واخا الطبيعه كتشتغل، هذا هو الجسم ديالنا كما قلت انا في الحلقه الماضيه. وبالتالي المخللات ما هي وكنذكروا الا ذكاء مغربي، ذكاء ديال الكائن البشري باش انه يعطي قوه. ما كانتش مختبرات، ما كانتش اشياء عديده، ولكن كان ذكاء من الانسان، كان ملاحظه، كان الانسان يطبق. وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. انسان غير كيلاحظ وكيستفد كما قلنا في الحلقات الماضيه، وخاصه في الحلقه ديال القهوه قلنا القهوه هو اكتشاف عربي. وهذاك الشيء اللي قلنا احنا الشجره القهوه سميتها الارابيكا، يعني العرب كانوا اذكياء وهما اللي اكتشفوا هذه الطرق هذه، ومن خلالها اننا كنرجعوا لهم الاعتبار ديالهم باش فقط نذكر هذه الاشياء هذه، لان هي القوه الغذائيه. وان شاء الله غادي نلاحظوا اليوم، غادي نلاحظوا المنافع ديال هذه الاغذيه، ولا كيسموا لي زاليمو لاكتو فيرمونتي، او الاغذيه المخلله، ونشوفوا القوه ديالها ونشوفوا الشروط ديالها ونشوفوا الطريقه الصحيحه باش ما نديروش بهذه الطرق اللي هي طرق داخله. يعني غادي نشوفوا اليوم التخمر ولا مثلا شي حاجه مسيره ولا كما كنقولوا حنايا مخلله، ما هي الا واحد الماده كيف ما كانت غذاء محطوط واحد الانيه اللي ما خصهاش تكون ديال البلاستيك، وغادي نشوفوها في واحد الظل، يعني بعيدا عن الاشعه، وكذلك بعيدا عن الهواء. كنحطوها في واحد المكان اللي هو مكان رطب، غادي نشوفوا علاش، لان اقل من 20 درجه كتعطينا بكتيريا، اكثر من 20 درجه كتعطينا خمائر، احنا ما محتاجينش الخمائر، محتاجين البكتيريات. الوغ لما كنبعدوا الماده على الهواء، ولما كنبعدوها كنعطيوها في واحد الوسط اللي هو قلنا وسط يكون فيه الظل وفيه الرطوبه، كتعطينا هاد البكتيريات وكتنمو هاد البكتيريات وكتعطينا واحد القوه غذائيه اللي غادي نشوفوها اليوم. نعم، هي مجموعه من النقط مهمه جدا، غادي نرجعوا ان شاء الله ونناقشوها معك الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، وبرنامجكم صحه وسلامه على ميد غاديو، دائما الاذاعه القريبه منكم. مرحبا بتواصلكم معنا على الارقام اللي هي 05 22 46 72 50 51 او 52. ما تنسوش على انه بامكانكم تواصلوا معنا عن طريق رقم 5080، الا فقط في اول اس ام اس كتبتوا كلمة صحة، خليتوا فراغ صغير وبعدتوا بسؤالكم للرقم 5080، فان شاء الله كل تساؤلات ديالكم غادي نجاوبوا عليها رفقة الأستاذ محمد الحليمي من خلال برنامجكم صحة وسلامة. غادي نبقاو لحظة مع فاصل إعلاني وراجعين مباشرة من بعده، فخليكم معنا. ورجعنا على ميد غاديو، الإذاعة القريبة منكم، برنامجكم صحة وسلامة. مرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 72 50 51 أو 52. في أول مكالمة غادي نمشيو باش نتواصلوا مع عبد الرحمن على الخط معنا من مدينة الدار البيضاء. صباح الخير عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله عبد الرحمن، كنشكرك على هذا البرنامج، نشكر الاستاذ ديالنا. العفو، مرحبا بك. الله ينوركم، بارك الله فيك. الحمد لله احنا فخورين ملي كيكون عندنا هاد الناس هادو حريصين على الصحه ديالنا والغذائيه، وكيرجعونا للمرجع ديالنا الاصلي الديني الاسلامي المغربي. الحمد لله، مرحبا. بارك الله فيكم والله ينوركم. يا رب امين. شكرا. عندي واحد الاسئله للاستاذ. الطريقه السليمه للتخليل. واخا. والاواني، لان الاغلبيه دابا اللي كنلاحظوا الاواني البلاستيكيه، سواء الزيتون او الزيت او حتى مثلا اللبان ولا اي حاجه كنلقاو نستعمل كنستعملوا الادوات البلاستيكيه، وحتى الا بغينا كاين شي بديل كنلقاو صعوبه، مثلا الطين يقدر يتهرس، ما كاينش شي طين اللي مثلا كيقول لك الا بغيتي تخلل خصك تكون تحكم الاغلاق ديال الاوانيه اللي غادي تستعمل فيها سميتها تستعمل فيها المواد المخلله. واش ممكن الاستعمال ديال الادوات الطينيه في هذا الامر هذا؟ وكنشكركم بزاف وصباحكم مبروك والله ينور. شكرا. يا رب ان شاء الله علينا وعليك. شكرا لك عبد الرحمن، تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. فالاسئله ديالو كانت واضحه استاذ الحليمي، وهي النقط اللي قلتي غادي نرجعوا وغادي نناقشوها. اول حاجه سول عليها عبد الرحمن، وهو تساؤل دابا اللي كيتبادر للذهن ديال بزاف ديال المستمعين الكرام، شنو هي الطريقه الصحيحه والسليمه بالنسبه لاي حاجه مخلله بغينا نصيبوها في الدار؟ نعم، انا بالنسبه للطريقه الصحيحه انا بغيت نشير لنا واحد المساله مهمه باش الناس يتاكدوا بان طريقه التخليل ليس ضروري اننا نديروا الملح. علاش؟ لان كيف تم اكتشاف الطريقه ديال التخليل؟ انا قلت ماشي عالم وماشي هذه الاشياء هذه، هي فقط ذكاء الانسان. ذاك الانسان في قديم الزمان كان في الغابه، كان واحد الغذاء كيطيح على الظل، في ذاك الظل فيه رطوبه، وبالتالي كتدور كينوض واحد 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 الماده كتنوض على ديك الغذاء هذاك. هذا من هنا اكتشف الانسان طريقه ديال التخليل، وانتقلت هذه التقنيه اللي هي تقنيه راقيه. وانا قلت راه ماشي صدفه ان الانسان اكتشف هذه الحاجه، لان شحال من الناس كنبقاو نسمعوا الصدفه، لا،
الله سبحانه وتعالى يقول ان كل شيء خلقناه بقدر فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. حتى شي حاجه ما خلقت عبث، هذه هي خلقت بحال الجاذبيه. الجاذبيه ماشي شي واحد اللي لاغ، الجاذبيه اكتشفوها العلماء فقط بالنظر، افلا تبصرون. كذلك طريقه التخليل هي طريقه اكتشفت بالبصر فقط، واخا. وبالتالي الطريقه الصحيحه، انا قلت الطريقه الصحيحه فيها الانيه، فيها الماده، واخا، وفيها الظروف. على الأنية، إلا كانت أنية من الزجاج، أقول وأكرر من الزجاج، ليس من البلاستيك. الأنية ديال البلاستيك ما نقولش عندي أغذية مخللة، لأن غادي يكون عندي الخسارة أكثر من الربح. يعني شنو الهدف ديالنا إحنا من الأغذية المخللة؟ شنو الهدف ديالنا؟ الهدف ديالنا أولا هو هدف اقتصادي سامي، باش تعرفوا بأن الناس في قديم الزمن كانوا كيفكروا بواحد التقنية اللي هي اقتصادية. علاش؟ لأن عندي واحد الكمية بزاف مثلا كما كنقولوا المغاربة، وهنا الأغذية المخللة ما هي إلا الإنسان كيعكس أنه كيتناول أغذية في الموسم ديالها. معنات أن كاين واحد الموسم ديال الجزر، الإنسان عنده واحد الكمية كبيرة من الجزر، ما يقدرش يأكل جزر مرة أخرى، شنو كيدير له؟ ماشي كيحطو في الفريق ولا كيحطو في الثلاجة ولا كيحطو في هاد الأشياء وعاد نعاود نردوه في واحد الموسم بحال إلا الموسم ديالو، لا، كنزيدوه قوة. شنو هاد القوة باش كنزيدوها؟ أولا كنحافظوا على القوة الأنزيمية، لأن عافاكم أنا كنقول راه التغذية هي أنزيمات. عقلوا على فكم عافاكم على هذه، وإن شاء الله غادي الإنسان غيكتشف هاد الأشياء. التغذية لا ديتوثيرابي ما هي إلا أنزيمات. ألوغ لما كنديروا هاد الأغذية المخللة كنحافظوا وكنعززوا، ماشي غير كنحافظوا ألوغ كنخليوا الأنزيمات وكنزيدوا ما يسمى بالبكتيريات اللبنيه او لي باكتيري لاكتيك، داكشي اش كيتسمى لي زاليمون لاكتو فيرمونتي. الوغ الطريقه هي طريقه بسيطه. علاش؟ القاعده شنو هي؟ كل غذاء طبيعي، وتذكروا ان اتحدث عن الغذاء الطبيعي ماشي الغذاء المعالج بالاسمده وهاد الاشياء هذه، او الغذاء المعدل وراثيا، واخا. كل غذاء طبيعي وضع في ماء جيد وترك بعيدا عن الهواء، كما قال الاخ يجب احكام هذيك كما كنقولوا في الدارجه ديالنا حنا الغلاقه نزيروها مزيان. الوغ كل غذاء طبيعي في ماء جيد ترك بعيدا عن الهواء يتخمر. ماشي ضروري نضيفوا الملحه، ولكن الناس كيضيفوا الملحه، الا الانسان ضاف الملحه واحد الكميه اللي هي معقوله جيد، ماشي مشكله. انا الناس هذه المسائل هذه مش ما نغيروهاش حنايا، ولكن نحن لا نحلل نحرم ما احل الله، ولكن كنعطيو المقدار. المقدار هو اللي كيخلينا اننا نبقاو في التوازن ونبعدوا على اللا توازن. قلت انا يا الطريقه كنحط واحد الاناء يكون اناء ليس من البلاستيك. علاش انا قلت ليس من البلاستيك؟ لان استثني فقط البلاستيك، نحيدو غير البلاستيك ونديرو هذيك الاواني كلها، نديرو الماء والملح ما نكتروش منه، واخا الملح ما نكتروش منه، ونحطو الاغذيه. معنات ان كل غذاء طبيعي في ماء ترك ماء جيد ترك بعيدا عن الهواء هو يتخمر. بالنسبه للاغذيه اللي غادي نخمروا، انا قلت كل غذاء، جميع الاغذيه بدون استثناء. حنا علاش؟ شوف الانسان في قديم الزمن بعد على الفواكه بزاف، كان كما كنقولوا كيخلع الاغذيه وخاصه الخضر، لان الفواكه الانسان القديم كان ذكي، الفواكه فيها الفريكتوز، فيها السكريات، وهاد السكريات عاده السكر كيعطينا كحول، والانسان باش يتجنب هذا التكون الكحول شنو دار؟ كان كما كنقولوا حنا كيخلع ولا كيصير ولا هاد الاغذيه وخاصه الخضر. وبالتالي الطريقه بسيطه جدا. الوغ انيه ما تكونش من البلاستيك، نحطوا فيها الاغذيه، نضيفوا فيها الماء، الا كان قليل من الملح ماشي مشكل، نحكموا الاغلاق ديالها، نحطوها في واحد المنطقه تكون فيها رطوبه. علاش؟ لان اكثر من 20 درجه كيوليو، الى مثلا وصلنا ل 30 درجه كيولي عندنا دي لوفيور، كيوليو خمائر. اما اقل من 20 كتولي عندنا بكتيريا، ولكن الى وصلنا للبروده ما كيتكون حتى شي حاجه. وهذا المبدا ديال الثلاجه ولا ديال الفريغو، الثلاجه ولا الحاجه كنحطوها في الفريغو. علاش؟ لان كنهبطوا تحت الصفر، ومين كنهبطوا تحت الصفر ما كتكونش عندنا ما كتكون حتى شي حاجه. الوغ
تحت 20 درجة كتكون بكتيريا. الوغ هادشي اللي كيوقع دابا الناس مع زيت الزيتون وكتلاحظوا المذاق الرائع ديال زيت الزيتون، وهنا غادي نفتح واحد القوس عافاكم ردوا البال، ماشي زيت الزيتون اللي مضروب بالصودا، ماشي هاد زيت الزيتون اللي كاين دابا اللي كنشريوه، بغينا نصوبوا زيت الزيتون ديالنا نشريوه ونصوبوه في المنزل ديالنا، ماشي زيت الزيتون اللي كنحطوه في البلاستيك. حنا الناس الا بغاو يصايبوا لنا زيت الزيتون، نعم ممكن اننا نشريو زيت الزيتون، ولكن ماشي في الظروف اللي كاينه دابا، خاصة تكون ظروف صحية، ماشي في هاد الأواني ديال البلاستيك اللي كاينة دابا، وهاد كيما كنسميو حنا بالدارجة ديالنا، هاد البرامل اللي كاينين دابا وهاد الأشياء اللي كتوقع دابا. ألوغ بغينا زيت الزيتون نصوبو بالطريقة ديالنا، بالطريقة المغربية، الحمد لله عندنا الزيتون، عندنا الحامض نصوبوها بالطريقة المغربية، بغى الإنسان يدير الجزر، بغى الإنسان يدير الحامض، بغى الإنسان يدير الخيار، هادو كاملين ممكن نديرو بهاد الطريقة هادية مع إضافة قليل ونغطيوها. علاش؟ لان في غياب الهواء، ونزيروها مزيان ونغطيوها لان في غياب الهواء كتوقع لنا هذه العمليه كتسمى عمليه التخمر، ما هي الا قوه اكتشفها الناس القديم، ومن هنا كنقولوا لهم شكرا على هذه الاغذيه هذه، لان ليست اغذيه من اكتشافات الصناعه، ولكن هي اغذيه كما قلت انا في حلقات ماضيه كنذكروا المغاربه انها كانت في النظام. للاسف الا دخلنا المنازل اليوم ربما نلقاو واحد النسبه قليله من الناس اللي عندهم هذه الاغذيه، حتى الناس اللي خداوها كياخذوها من برا، وهذه الطرق اللي هي طرق غير صحيه. علاش؟ لان كيقلبوا على السرعه، والسرعه كتعطينا مشاكل. نعم زمان استاذ الحليمي، وربما بزاف ديال المستمعين الكرام غادي نلاحظوها، لما كنا كنمشيو للدار ديال الجد ولا ديال الجده كنلقاو عندهم داك القراعي اللي كيديروا فيهم المخللات ماشي عاديين، كان كيتسمى البرطمان، يعني حتى السده ديالو كتكون من زوج ديال الجهات، فواش خاص ضروري هذا النوع ديال الاواني ولا ديال المعن، او لا لا راه ممكن اي علبه غير كيف ما قلتي تكونش ديال بلاستيك ونقدروا نصيبوا فيها المخللات؟ نعم، هي هاد العلب هذه هي ذكاء من الانسان، وحتى ما بقاتش بزاف استاذ الحليمي، يعني دابا قليل فين كنلقاوها. تماما، باش ما نضيقوش الخناق على المستمعين، ممكن يكونوا اواني كاملين، جميع الاواني ممكن يكونوا، غير الاواني البلاستيكيه لا، داكو غير الاواني البلاستيكيه لا. انا قلت انايا عفاكم، احنا المغرب المغاربه الناس في قديم الزمان معروفين بهذه الاشياء. نعطي غير مثال، الطريقه ديال لاكواغولاسيون ولا الطريقه ديال تخثر الحليب، كيفاش باش نصاوبوا مثلا واحد ياغورت؟ الناس خصهم يعرفوا بان في المنطقه الجبليه، وخاصه المنطقه اللي كننتمي لها انا وفي الصغر ديالي، كنا كنلاحظوا هذه الاشياء هذه. شنو هي؟ الناس كانوا كيشدوا حليب الماعز، واخا كيشدوا حليب الماعز وكيديروا فيه واحد القطرات ديال اللاتكس. شنو هو هذا اللاتكس؟ هو ذاك الحليب اللي كيكون في ورق الاشجار، يعني الورق ديال الكرموس ولا الورقه ديال الباكور، واخا الورقه ديال الكرموس ولا الورقه ديال الباكور كيكون فيها واحد الحليب كنسميوه حنا حليب الاشجار، او لا يسمى بالمصطلح العلمي لاتكس. كنشدوا الحليب ديال الماعز، وانا شخصيا كنت كنديرها، الوغ الحليب ديال الماعز كنديروا فيه واحد القطرات ديال هذا اللاتكس، واحد المده قصيره كيتكواغولا هذا وكيعطينا واحد الياغورت اللي هو رائع جدا. وهذه الطريقه الا كانوا الناس كيطلعوا مثلا المنطقه ديال شفشاون، المنطقه ديال وزان، نواحي ديال مثلا خاصه نواحي ديال وزان بين وزان وشفشاون، المنطقه ديال تطوان، كيلاحظوا الناس بانهم كيبيعوا هذا النوع ديال الجبن هذا، كينصوبوه بهذه الطريقه هذه، واخا الوغ كنصوبوه بهذه الطريقه. وما هذه الطريقه هذه الا هاد الناس هادو ما خداوش براءه الاختراع لهذا المنتوج، مع العلم انه منتوج مغربي محلي، وبالتالي هادو ما الاغذيه اللي الانسان خاصو ياخذوها. هادو هذه هي قوه الاغذيه، كما الانسان صوب القديده، كما الانسان صوب لهاد المخللات، هذا كيعكس كما قلت انا الذكاء ديال الانسان المغربي، باش انه يحافظ على الاغذيه الطبيعيه وتبقى ماشي في الموسم ديالها، ولكن ممكن يستهلكها خارج الموسم ديالها. وهذه هي الشروط اللي انا نستهلكوا الاغذيه خارج الموسم ديالها، ماشي بهذه الشروط اللي كنعيشوها دابا حنا. نعم غادي نمشيو نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام دائما، ونمشيو هذه المره باش نتواصلوا مع ام عبدو على الخط معنا من جديده. صباح الخير ام عبدو. صباح النور. اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك لاله. تفضلي ام عبدو. مرحبا. شكرا. انا بغيت غير نسول الاستاذ الحليمي، نقول الله يرحمك الوالدين، غير فينا بزاف. إلا سمحتي أم عبدو، الراديو اللي حداك طفي ولا بعدي عليه، لأنه ما كنسمعوكش بشكل واضح، كيرجع لينا الصدى ديال الصوت. دابا أحسن. قلت لك بغيت نقول أستاذ الحليمي. نعم. أنا من الناس اللي متبعينه دائما، وكل شيء كنديره، أي حاجة، الخميرة البلدية، يعني أي حاجة تقولها إلا وأنا المتبعين دياله. غير ذاك واحد المرة هضر على الملحية. أيوة. وأنا كنديرها، لكن لقيت راسي بأن كناخذ كمية أكثر، لأن هي بحال الحلوة ما تتملحش. نعم. أيه. ناخذ منها اكثر، والله يجازيك بخير. يعني اما انا راه
وبغيت نزيد واحد الحاجه ونقولها للناس. أيه؟ انا راه كنت دائما مريضه، داك العياء داكشي اللي كان عندي، ونهار اللي غيرت كل شيء راه الحمد لله، والله يرحم لي الوالدين والله يجازيه بخير، ودائما كنستعانها ورقيتي الشهر. يا رب. شكرا لك ام عبدو، شكرا لك تواصلتي معنا من جديده، وهي شهاده حيه استاذ الحليمي ديال الانسان، يعني الحياه ديالو كيفاش كتغير الصحه ديالو لما كيقاد او لا كيوازن النظام الغذائي ديالو. الحاله ديال ام عبدو من جديده نموذج، هي فقط كان سؤالها على الملح الحيه، وهي فرصه باش نتكلموا عليها كذلك في الموضوع ديالنا اليوم اللي هو خاص بالاغذيه اللي كتكون مرقده ولا مصيره ولا المخللات، واش ممكن نستعملوا الملح الحيه. قالت ام عبدو على انها اكتشفت الوقت اللي استعملت الملح الحية ما كتعطيهاش داك المذاق ديال الملوحة كيف في الملح العادية، فلقات بحلة كتستهلك كمية أكثر. نعم فعلا هذا سؤال مهم جدا. أولا هنا باش نربطوه بالموضوع ديال اليوم. نعم. الناس اللي كيديروا المخللات بشي ملح من غير الملح الحية كيعرفوا الناس بأنها ما كت كما كنقولوا بالدارجة ديالنا ما كتصدقش، يكون هناك مشاكل. واخا إلا بغاو الناس يديروا المخللات يديرهم بالملح الحية، وغير مين يبغوا يطيبوا ومين يبغوا يستهلكوا هذه الاغذيه يديروا بعين الاعتبار الملوحه اللي كاينه في هذه الماده اللي غيستهلكوها. أيه. يعني هذه الطريقه الصحيحه مثلا غير الحامض، الناس اللي كيبغوا يصاوبوا الحامض مصير طريقه في قديم الزمان، كانوا الناس بعض الناس كيستعملوا بواحد الطرق اللي هي طرق راقيه، كاين الناس اللي كيشدوا الحامض كيقسموه على اربعه وكيحطوه وكيزيدوا عليه الماء. كاينه طرق احسن، علاش؟ لان الملحه كتخرج لنا الماء من الماده. شنو كيديروا الناس؟ كيشدوا الملح الحيه وكيشدوا الحامض كيقسموه على اربعه وكيحطوا الملح الحيه في وسط الحامض. كيعمروها بالملح. تماما كيعمروها بالحامض وكيحطوها في هذاك الاناء وكيخليوا هذاك الماء كيخرج حتى كيوصل لواحد كاين اللي كيكون عنده فاتخ كيعلم هذيك المنطقه واش كيزيد الماء ولا ما كيزيدش، وكيخلي حتى كيشوف الماء حبس ما بقاش كيتزاد عاد كيضيف الماء هوايه. الوغ حنا خرجنا الماء من الماده، الوغ هذاك الماء هو ماء معدني. الناس خصهم يعرفوا بان الماء المعدني كاين في الخضر والفواكه. الوغ كنخرجوا ذاك الماء ملي كيحبس عاد كنزيدوا الماء. وشوف الذكاء ديال الناس، كانوا لما كيبغيو يصوبوا، الوغ هو عنده مثلا حامض مسير ولا حامض كما كنسميو حنا في المنطقه الجبليه الحامض مخلع، ملي كيبغي يصايب واحد اخر شنو كيزيد له ذاك الكميه ديال الماء اللي غيزيد له؟ كيزيد له الماء ديال ذاك الحامض اللي صوبوا قبل، علاش؟ لان هذوك بكتيريات غادي يسرعوا، كذلك بحال الخميره البلديه، الخميره البلديه كانوا الناس كيعجنوا، الوغ مي كيساليو كيعجنوا، كيشدوا واحد شويه ويخليوه هو اللي يعجنوا به لاغد ليه، الوغ لاغد ليه كيشدوا هذوك الكميه وكيحطوها عاوتاني وتا كيعجنوا، الوغ هنا كتكون واحد الاستمراريه، هكاك عاوتاني لان الخميره البلديه ما هي الا بكتيريا. هاد لي زاليمون لاكتو فيغمونتي او الاغذيه المخلله او الاغذيه اللي كنسميو حنا مصيره ما هي الا بكتيريات، وبالتالي حنا كنربيو. شنو كنربيو؟ بحال واحد البيبي صغيور كنقولوا كنربيوه، الوغ حنا كنربيو بكتيريات. باش كنربيوهم؟ كنربيوهم بهذه الطريقه هذه بالخميره البلديه. الوغ شنو هي البكتيريات؟ الناس اللي بغاو يعرفوا، حنا الجسم ديالنا فيه عدد البكتيريات اكثر من عدد الخلايا، يعني تخيلوا ان الجسم ديالنا فيه عدد البكتيريات اكثر من عدد الخلايا. الوغ حنا في الامعاء ديالنا، وكنت هضرت مرارا وتكرارا، الامعاء ديالنا فيها واحد الشعب يسمى بشعب الامعاء. شنو هو؟ هو البيوت، هو داك البكتيريات، داكشي اش كنقولوا حنا بروبيوتيك بريبيوتيك. الوغ داك بيوت البيوت شنو هو؟ هما البكتيريات اللي كاينه في الامعاء عند الانسان اللي كتقطن. وشنو الدور ديال البكتيريات؟ هو الحياه. باش انا استسمح للمبالغه، ولكن هي مبالغه في محلها. شنو الدور ديال هاد البكتيريات؟ هي الحياه، هي الامتصاص، هي التخلص من السموم، هي تحويل السموم، هي الاستفاده من الاملاح المعدنيه، هي انتاج الفيتامين كا. الوغ الناس خصهم يعرفوا بان الفيتامين كا البكتيريا اللي كتنتج فيتامين كا، واخا؟ الوغ انتاج فيتامين كا، تحويل هاد المواد هادي، جوده الاغذيه، ازاله السموم، هاد النيتواياج ديال هاد الامعاء كاملين. الوغ شنو الدور ديال هاد البكتيريا هادي؟ وبالتالي الناس القديم كان كيعزوا هاد البكتيريا، واحد الغذاء فيه انزيمات كيزيدوا. شنو كيزيدوا؟ كيزيدوا بكتيريات. ملي كتكون انزيمات كنزيدوا بكتيريات، هنا كنهضروا على القوه العلاجيه، وكنهضروا على واحد الغذاء اللي عنده واحد القوه كبيره جدا. وهذا الشيء علاش الانسان الى رجع لهاد الاشياء، الانسان القديم كان كيعيش على هذه الاشياء. كما قالت الاخت، كما كيقولوا شهد شاهد من اهلها، الاخت بالنسبه تكلمات على التغير ديال الحياه، حنا الدور ديالنا شنو هو؟ حتى هما الانسان، الناس المستمعين حد ذاتهم،
حداتهم راك ما كدير شي حاجه للجسم ديالك. شنو كتعطيه؟ كتعطيه غير وسائل. حنايا كنعطيو هاد التوجيهات اللي هي توجيهات بسيطه اللي كيعرفوها المغاربه غير كنذكروهم، الوغ التوجيهات اللي هي بسيطه كنردوهم لطريق الفطره. الانسان لما كيقتنع وكيرجع لطريق الفطره شنو كيدير؟ كيدير بعض الاشياء، بعض الاجراءات اللي هي بسيطه. راه ما كنديروش كل شيء، الجسم ديالنا كما كنبغيو نخلو شي اشياء كنديروا الماء كنضيفوا شويه الملح وكنحطوها ونسدوها. شنو كيوقع؟ واش كتحكم داكشي اللي كيوقع؟ ما كتحكموش فيه، كنخليوه الطبيعة هي اللي كتحكم فيها. هكاك الجسم ديالنا، حنا كنعطيو توجيهات كنردو الانسان للفطرة ديالو. الناس كيلتزموا هاد الاشياء، الا التزموا بها واقتنعوا بها كيديروها كتعطي الجسم ديالك اسباب، وكيبقى الجسم غادي من لا توازن للتوازن بواحد الخطوات، وخاص الانسان يصبر شي شوية حتى كتوصل للفطرة ديالك. وما الفطرة الا التوازن ديال الانسان، والله سبحانه وتعالى التوازن عطاه الطبيعة كاملة وكيرجع الجسم للتوازن، وهذا هو المبدا. نعم. تواصلنا مفتوح مع كل المستمعين الكرام، وارقامنا هي 0522 46 72 50 51 أو 52. كنذكركم كذلك بالرقم 5080 في اول اس ام اس، ضروري ولازم تكتبوا كلمه صحه كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. غادي نمشيو هذه المره في مكالمه اخرى، نتواصلوا مع عبد اللطيف على الخط معنا من سيدي حجاج. اهلا بك عبد اللطيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تشكركم على هذا البرنامج، وانا عندي واحد السؤال. تفضل عبد اللطيف. انا عندي واحد، انا ما نسيتش، انا عندي اسئله. انا عندي السؤال الاول، عندي واحد بلاصي واحد الصفر كبير ديال الزيتون رقدته لمده دابا ديال شي 3 شهور، دابا ولات شي واحد الريحه. ايه. والسؤال الثاني يا استاذ، بغيت نسول الدكتور. ان الوالده عندها واحد البرمه كبيره ديال الطين، وفيها واحد وعامرة دابا بالسمن شي 14 سنة. ودابا تناكل منها كل صباح، واش فيها شي ميكروبات يعني ولا شي حاجة؟ نعم عافاك، بغيت نسولك الطريقة اللي رقدتي بها الزيتون، شنو هي الطريقة اللي درتيها باش رقدتي بها الزيتون؟ شقيته بالموس. أيه. الملح. أها. الحامض الحار. صافي ورقدته وعاودت لي المشي شي جوج المرات، والمرة الثانية ما عاودش لي الماء. واخا واضح عبد اللطيف، شكرا لك كنتي معنا. من سيدي حجاج، شنو الراي ديالك في الطريقه اللي رقد بها عبد اللطيف الزيتون؟ هو قال النتيجه شنو كانت؟ انه فسد او خسر وسد الحليمي؟ قال دابا ولات فيه واحد رائحه. نعم، هي الطريقه هي باش نحي، حيت بالنسبه للناس اللي كيبدلوا الماء ديال الزيتون، علاش كيبدلوا الماء الزيتون؟ كيبدلوه باش كيحيدوا ذاك المذاق المر. واخا، غير بغيت نشير ان ذاك المذاق المر اللي كاين في الزيتون هي قوه ديال مضادات الاكسده، ولكن ما فيها باس الا بغاو الانسان الناس يبدلوا الماء، لان قلت لك خصو داك الشيء يبقى يتبدل سيستيماتيك، على شاك فوا نبدلوا الماء كما كنقولوا باش كيحلى. كما قال هو الطريقه اللي هي طريقه الناس كيعرفوا. شوف، بالنسبه للمخللات هي طريقه بسيطه، واخا، لان بعض المرات كندخلوا شي مواقع كنبقى نلقاو الفلسفات وهاد المسائل هادية، الوغ ما نبقاوش نتفلسفوا، المغاربه كيعرفوا هاد الاشياء هادية. الوغ كنشدوا غير زيت الزيتون، ولا الزيتون عفوا كما قال الاخ كنقسموه يعني كنشقوه. علاش؟ باش ان نسمحوا الماء انه يتسرب للداخل ديالو، ان ما يبقاش قاصح، وكنضيفوا الماء واخا، وكنخليه واحد المده، من بعد كنضيفوا الحامض. كنضيفوا له الماء اولا، كنضيفوا له الماء ومره كنبقاو نبدلوا هذا الماء حتى كيحلى، كما كنقولوا حنا حتى كيولي حلو. ملي كيولي حلو ديك الساعه كنضيفوا له العصير ديال الحامض. انا كنشدوا الحامض وكنعصروا وكنضيفوا له العصير ديال الحامض، ديك الساعه كنحصلوا على هذا المد. هو اكيد غيكون دار شي خطا، اما في اضافه الملح، اما في الانيه، اما في الماء اللي كيستعمل، لان يعني كاين بعض الناس وفعلا بعض الناس في المغرب كانوا كيقولوا لي بانها ما كت الحامض ما كيستقلهمش. علاش؟ يعني المشكل كيكون في الماء، لان هذه الطريقه هذه خص يكون الماء يكون ماء طبيعي، ما يكونش معالج بمواد كيماويه، لان هاد الطرق ولا المسار البيولوجي ديال هاد الطرق ما خصوش يكون ماده كيماويه. اذا كانت ماده كيماويه ما غاديش تكون هاد الاشياء بطريقه اللي هي طريقه طبيعيه. وبالتالي الوغ زيتون يكون زيتون طبيعي غير معالج بمواد كيماويه، ماء يكون ماء طبيعي، حامض يكون حامض طبيعي. قلت انا يا نشدو نفقوه شويه هذاك الزيتون، نديروه مع الماء ونخليه واحد المده، نبقاو نبدلو. الانسان غير يدوق مين تشوف الزيتون راه حلا، ديك الساعه كنضيفوا له الحامض، كنخليه واحد المده اللي هي مده قصيره، الناس كيعرفوا بان مثلا 15 يوم شهر كيكون واجد، وديك الساعه نستهلكوه وكنكونوا كنستهلكوا الزيتون ديالنا. وما اسعد الانسان لما كيحقق واحد الانجاز.
لما كتكون انت كتصوب راسك كتحقق واحد الانجاز. انا كنقول المغاربه عافاكم، راه نهار حيدتوا الخميره البلديه، ونهار حيدتوا السمن، ونهار حيدتوا هذه المخللات وهذه الاغذيه المخلله، تما خلي الناس الصحه ديالنا. عافاكم رجعوا لهذه الاغذيه هذه، لا كويزين في المغرب خاصه يرجع لها هذا الشيء هذايا، وهذه هي القوه ديالنا، وهذا الشيء باش نعطيو. ماشي حنايا ماشي كاستسمح، ماشي كتخلف، لان بعض الناس كيربطوا النظام الغذائي بهاد الاشياء هادي. عافاكم حنا في غنى على هاد الاشياء هادي، لو حنا كنقلبوا على الصحه ديالنا، لان كنشتغلوا حنا من اجل الصحه ديالنا، وبالتالي هاد المخللات خاصها تكون في المنزل المغربي، لان كيعرفها المنزل المغربي، كيعرف هاد المخللات، حنا اللي تخلينا عليها. لو نعاودوا نردوها عافاكم، لان ممكن الانسان يسير الحضاره، ولكن هاد الاشياء هادي كتبقى واحد الذهب اللي خاصنا نحافظوا عليه وما نخليهوش يندثر. نعم. سول عبد اللطيف من سيدي حجاج وسيد الحليمي في السؤال ديالو الثاني، على انه الام ديالو عندها واحد الانيه اللي فيها هي ديال الطين، فيها السمن. نعم. هذه المده ديال 14 عام، وقال دابا هو كل صباح كياخذ منه، فكيسول واش ممكن يكون شي تاثير على الصحه ديالو. نعم محظوظ. نعم انا كنقول له محظوظ. واخا علاش؟ لان اكيد هاد السمن الا خدا هاد السنوات كامله، الوغ الا خدا هاد السنه، انا كنقول شكرا لهاد الناس هذوما، واولا حتى الاباء ديال الاخ، لان باش تخليه، لان كاينه زيت الزيتون، كاينه العسل، كاينه بعد زيت الزيتون دابا كتكون غير عام كتخسر كما كنقولوا بالدارجه ديالنا. مع العلم ان في المبدا طبيعي زيت الزيتون ما كتخسرش، الوغ هنا كتكون علامات الاستفهام. زيت الزيتون كاين الناس اللي عندهم سنوات، العسل كاين الناس اللي عندهم سنوات، السمن كاين الناس اللي عندهم سنوات، ولكن كنقول له انا بانه محظوظ. هذه الطريقه اللي دارت الام ديالو ولا العائله ديالو، يحاول هو يطبقها بالطرق اللي هي طرق صحيحه. عافاكم ردوا السمن، ردوا السمن للمائده المغربيه، نهار خلينا السمن في المائده المغربيه خلينا الصحه ديالنا. الوغ ردوا السمن، ردوا الخميره البلديه، بالعكس هو الا كانت له فرصه هاد الماده هذه ممكن انه يفتخر بها، لان باش تخلي واحد الماده 14 سنه راه ماشي سهل. غير هي انسان يردوا البال، الناس المغاربه كيعرفوا بان بعض المواد كيكونوا غادي نوضوا على هذيك لي موازيسيغ ولا ذاك الطبقه الخضراء، الا كانت مسائل اللي هي مشكوك فيها الوغ نتخلاو عليها، اما الا كانت مسائل اللي هي مسائل ماده كما كنا ما فيهاش الرائحه. شوف الله سبحانه وتعالى عطانا رائحه، الوغ رائحه شنو هي؟ ما هي الا اشاره بان هذه الماده راه دخلات في حاله فساد. الوغ لما كنجيو ماده مصنعه اصلا هي مصنعه، ما عندناش اشارات بانها ماده يعني راها فاسده، وبالتالي هادشي اش كنقولوا حنا الناس رجعوا للطبيعه، الانسان يرجع للطبيعه ديالو. وكنذكر انا عافاكم المغرب المغاربه، خذوا الاغذيه الموسميه، اقول واكرر خذوا الاغذيه الموسميه. الا بغيتوا تخلي ما تبقاش دابا راه موسم الجزر، دابا نيت موسم الجزر، الناس يشدوا الجزر دابا ويستهلكوه. الا بقات شي كميه ما يكونش معايا كما قلنا احنا، ما يكونش مداوي في هذه الاسمده وهذه المواد هذه، يخليوه من بعد يستهلكوه، من بعد كتكون واحد القوه. الناس ملي كيشدوا كتشد الحامضه كتكون كما كنقولوا بالدارجه ديالنا كتكون قاصحه، كتشد هذاك خيزو كيكون قاصح ولا الجزر كيكون قاصح، ملي كتصيرو من بعد كتشدو كيكون رطب. شنو هي هذيك؟ هذيك ما هي الا عمل انزيمي، كيكون الغذاء تقريبا مهضوم، كتحطو في الفم ديالك كيعطيك قوه انزيميه، كيعطيك بكتيريات وسهل الهضم، وعاد كتكون غالبيه هذه المواد كتكون فيها الفيتامين سي، والفيتامين سي كتاكتيفي لنا البيبسين اللي هو الانزيم اللي كيهضم لنا البروتينات. الوغ مي كناخذوا واحد الكنز هو كبير جدا. وبالنسبه للاخ هذه الماده انا قلت هو محظوظ، نتمنوا يكونوا ناس اخرين محظوظين، لان اليوم للاسف في التغذيه ما بقيناش خصنا نقولوا يعني بون ابيتي، خصنا نقولوا بون شونس لهذا النمط اللي ولينا كنعيشوا فيه، واخا. وبالتالي عافاكم ردوا البال لهذه الاشياء هذه. الوغ كجواب مباشر، ماده ممكن ان الاخ يستهلكها، بالعكس ماده جيده، غير ما تكونش واحد الكميه اللي هي كبيره، لان بدون افراط ولا تفريط، لان التوازن مهم جدا. نعم. استاذ الحليمي انا كان سؤالي بالنسبه للاغذيه اللي كتكون مرقده او لا مصيره، فهنا غادي نمشيو لنقطه اخرى اللي هي خاصه بطريقه ديال الاستهلاك، فكنشوفوا كل واحد وكيفاش كيتعامل مع ذاك الغذاء بعد ما يعني كتفوت واحد المده ديال الترقاد ديالو. كاين الناس مثلا اللي كيستعملوا ملعقه عاديه، كاين الناس اللي كيستعملوا اليدين ديالهم باش كياخذوا ذاك الغذاء، كاين الناس اللي كيقول لك لا انا كنفضل على انه تكون ملعقه ديال الخشب، فهنا شكون هو اللي على صواب؟ نعم كما قلنا احنا دابا الماده صوبناها وصل المرحله ديال الاستهلاك. لما كنوصلوا مرحله الاستهلاك والناس كيعرفوا
واحد المساله اللي ما اشترنالهاش هو ان الناس لما كيبغيو هذه ماشي انا اللي كنقول هذا الشيء هذا وماشي شي علماء كيقولوا هذا الشيء. الناس كيقولوا الناس قدماء شوف الذكاء ديالهم كانوا كيشدوا الماده وكيحطوها في الماء وكيشدوا واحد لاكوش ديال الزيت واحد شويه ديال الزيت وكيخويوه فوق داك الماء على هذيك لاكوش ديال الزيت هي اللي ما كتخلي الماء معزول تماما. اولا الماء معزول, ثانيا الهواء ما غاديش يدخل وبالتالي غتكون واحد التخمر اللي هو تخمر جيد. لما كنديروا هاد لاكوش ديال الزيت الوغ الناس مي كيبغيو يهزوا كما كنقولوا ما فيها بقى. اولا ما خصناش نديروا اليد ديالنا وهذا الشيء كيعرفوه حنا الامهات ديالنا والاجداد ديالنا كانوا لما كتبغي تهز كيقول لك لا ما ديرش يدك واخا. الوغ الانسان ما خصوش يدير اليد ديالو. الا بغينا نستهلكوها نشدوا مثلا واحد المعلقه ديال 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 المعلقه ديال الخشب غير هي ديك المعلقه من الاحسن اقول من الاحسن تكون خاصه بهذيك الوظيفه هذيك يعني تكون الوظيفه ديالها هي اننا نجبدوا بها هذيك الاغذيه ماشي يكون مثلا نخلطوا بها شي اشياء ربما تكون قاشطه مواد دهنيه ربما تكون قاشطه بعض لي زيبيس بعض لهاد البهارات وهاد الاشياء هذه. الوغ نخليوها فقط للاستعمال لهاد الماده هذه بيان سور غادي نغسلوها ملي بغيو نستعملوها والطرق هي بسيطه وناخذوها نجبدوا الغذاء ونستهلكوه. كما قلت انا يا الناس المغاربه كيديروا بزاف كيديروا مع الاغذيه كيديروا مع الطياب كيستهلكوا هكاك الوغ بالنسبه لنا حنا جميع طرق الاستهلاك ما غاديش نحصروها ولكن المهم اننا نستهلكوا هذه الماده. نعم بعض الانواع ديال الاغذيه استاذ الحليمي كنلقاو واحد الطبقه تقريبا اللون ديالها كيكون ابيض نوعا ما كتكون فوق داك الغذاء واش هذه الطبقه مساله عاديه ما كتعنيش انه داك الغذاء راه راسقاس بشي حاجه؟ نعم هاد الطبقه مادام ما كتكونش طبقه اللي هي طبقه كما كنقولوا بالدارجه غليظه وخضراء اللي هي كتكون كتوصل لدرجه انها تولي خضراء ممكن نستهلكوها ما كاينش مشكل. غير هو الغذاء الا كان فوق الظهر ديالو هاد الماده انا اش قلت انا لما كنضيفوا الزيت ما كتكونش هاد الماده هذه ولا ربما يوصل حتى لموازيسيوغ هاد الاشياء هذه الوغ كنشدوا هاد ممكن هذاك لان المنطقه الفوق هي اللي كتكون ضرات بهاد الاشياء. هادشي ما كيعنيش ان الاغذيه الاخرى ممكن ما نستهلكوهاش ولكن ممكن نستهلكوها. غير هي اللي كانت واحد الطبقه اللي هي خضراء يعني بواحد النسبه اللي هي كبيره ممكن اننا نزولوها ونضيفوا الزيت ونحيدوا هذاك الغذاء اللي تقاس بهذيك الطبقه لان هذيك الطبقه الا كثرات ممكن تسبب لنا مشاكل. اما بواحد النسبه اللي هي قليله نسبه محدوده لما وصلت لواحد الخضره اللي هي خضره كبيره ممكن نستهلكوا ما كاينش مشكل. راجعين عندك دائما استاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه وبرنامجكم صحه وسلامه على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم وارقام التواصل معنا راه مفتوحه دائما مرحبا بكل اسئلتكم على 0522 46 72 50 51 او 52 كذلك الرقم 5080 فقط في اول اس ام اس كتبوا كلمه صحه خلوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080 فاصل وراجعين فابقوا معنا. ورجعنا على ميد غاديو برنامجكم صحه وسلامه اليوم رفقه الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه وحنا كنتكلموا على المخللات ولا الاغذيه اللي كتكون مرقده ولا مصيره. فاستاذ الحليمي كانوا بزاف ديال المستمعين الكرام منهم ام كوثر فاطمه من اسفي محمد من وجده كلهم كيسولوك على التفاح واش كذلك ممكن انه يترقد علاش باش كنصيبوا منه خل التفاح وكيسولوك على شنو هي الطريقه المناسبه. نعم هو اولا بالنسبه للفواكه قلت انا قبيلتي قلت باش ما نحصروش بعض الاغذيه قلت انا باش المبدا شنو هو قلت انا هو كل غذاء طبيعي في ماء جيد ترك بعيدا عن الهواء في واحد الاناء اللي هو اناء غير البلاستيك ممكن نديروا الاواني كلها الا اناء البلاستيك يتخمر سواء كان غذاء مثلا كان فاكهه او لا كان خضر غير هو خاصنا نحطوه في واحد المنطقه رطبه. علاش؟ لان قلت انا فوق درجه الحراره 20 يعني 30 لما كنوصلوا 30 كيكونوا عندنا الخمائر. حنا حاجتنا ماشي في الخمائر حنا حاجتنا في البكتيريات وبالتالي هاد لاكتو فيرمونتاسيون كتكون تحت 20 درجه معناتها ان ملي كنحطوه في واحد المنطقه اللي هي تكون فيها رطوبه شويه ما تكونش تكون واحد البروده اللي هي مناسبه كتكون هاد 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 الماده. علاش هادي شحال علاش الناس كانوا كيستعملوا الطين؟ لان الطين يحافظ على هاد درجه الحراره هادي يعني الطين لما واخا تحطوا الناس كانوا كيديروا الماء في الطين وكيديروا هاد الاشياء بالاضافه الى ان الماء اللي كتستعملوه في واحد اتصال مباشر مع الطين كيزيد يعطينا القوه. هادشي علاش الناس كانوا يستعملوا الطين لان كلشي كيعرف بان الانسان ما هو الا طين من صلصال كالفخار وبالتالي حنا الطين قريب للتركيبه ديال البشريه قريب للتركيبه ديال الانسان. بالنسبه لا التفاح ولا جميع الفواكه ممكن نديروها. شوف الله سبحانه وتعالى وشوف الانسان الكائن البشري الخضر كنستهلكوها في الموسم ديالها باش يكون عندنا حدود اننا نستهلكوها من بعد كنخللوها.
الكرموس ولا الباكور باش نستهلكوها في الموسم ديالها، باش يكون عندنا فرصه اخرى كتولي لنا شريحه. التمر كيكون رطب كيرجع عاوتاني التمر اللي كنعرفو حنايا. الوغ هنا الطبيعه والله سبحانه وتعالى كيعطيك فرصه، فرصه انك تستهلك. علاش؟ لان ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. الله سبحانه وتعالى بغاك تاكل هذه المواد هذه، بغاك تستهلك هذه المواد هذه، بغاك تدخلها في الحياه اليوميه ديالك. وبالتالي كان الامر يتعلق بالتفاح او بواحد الغذاء اكس، المهم اننا نديروا الطريقه الصحيحه. ولا الناس اللي كيديروا خل التفاح معروف الطريقه، الطريقه بسيطه يعني، الطريقه ماشي طريقه معقده. الوغ الناس يديروا هذه الطرق هذه، المهم عندنا حنا هما انهم يجربوا. الانسان ربما يجرب كما كنقولوا بالدارجه ديالنا حنا ما تصدقلوش، ربما يكون ماء غير جيد ربما، ولكن الانسان يجرب. كما الناس جربوا الخميره البلديه، راه كاين اللي جربها كما كي الناس انا كيعيطوا لي كيقول لنا جربناها المره الاولى والمره الثانيه، كل مره كنصحوا الخطا اللي كيكون. الوغ ربما خطا بسيط هو اللي كيعطينا هذه المشاكل هذه، ولكن كما كنقولوا الانسان الى حارف هذه الطريقه هذه، سولوا واحد الناس راه مازالين هذه الجينيراسيون مازال دابا هي اللي بغينا نحافظوا عليها. سولوا الاجداد ديالكم، الاجداد ديالكم هما اللي عندهم الطريقه الصحيحه كيفاش نادي. ما تدخلوش المواقع الالكترونيه وبعض الفلاسفه كيعطيو بعض التحضيرات اللي هي تحضيرات فلسفيه، لا الدشيشه ولا البلبوله اللي عندنا حنا المغرب، ولا طريقه ديال التسيار، ولا طريقه ديال المخللات، ولا هذه. رجعوا للاجداد ديالنا، سولوهم، هما اللي غادي يعطيوكم الطريقه الصحيحه، وهي الطريقه اللي هضرنا عليها، هو المبدا اللي هضرنا عليه. اما فيما يتعلق بالغذاء، قلت انا بدون استثناء كل غذاء طبيعي، واخا حنا يمكن كنديروا غير الجذور بحال مثلا البربار، بحال مثلا الجزر، بحال مثلا لا، ولكن هما ماشي غير الجذور اللي كيصلحوا، يصلحوا جميع الاغذيه ممكن نديروهم، وهادشي اللي كانوا كيديروا الناس هذه شحال. التفاح هو فقط واحد النوع من الانواع اللي ممكن انا نديروها. نعم. كان سؤال ديال خديجه وسيد الحليمي كتسولك على هاد المخللات، واش يقدروا يتناولوها الناس اللي كيعملوا شيميو بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال السرطان، وخصوصا هي كتعاني من سرطان الثدي، فكتقول واش ما كاينش شي تخوف منها. وكانت كتسولك كذلك استاذ الحليمي، قالت بالنسبه للعسل الا كان حر واش ما كيبطلش المفعول ديال العلاج اللي كدير؟ نعم، هو التصنيع شنو دار؟ خلانا نضر جسمنا من حيث اردنا ان ننفعه، خلانا نشككوا في هذه الاغذيه واش جيده ولا لا. الانسان اللي الا بغى يشكك، من المفروض اننا نشكوا في هذه المواد اللي كاينه دابا، ماشي في المواد اللي كانوا الناس كيستعملوا. هذه شحال انا بالنسبه لي واحد كيدير شيميوثيرابي او لا واحد انسان عادي خاصو يستهلك. علاش؟ لان الناس ديال الشيميوثيرابي خاصهم اغذيه تقريبا مهضومه، خاصهم انزيمات، خاصهم بكتيريات. وبالتالي بالنسبه لي واحد اللي كيدير شيميوثيرابي ماشي واش يقدر ياخذها ولا لا، من المفروض انه ياخذها. واخا كذلك لان حنا كنسمعوا بعض الاشاعات ولا العسل ولا هذه الاشياء هذه، هذه ما هي الا صدى ديال التصنيع. لان التصنيع دائما حنا يعني نشوه الخميره البلديه لا فيها مشكل، لا الدجاج البلدي فيه كياكل، لا بعض المرات كنخترعوا بعض الافكار اللي هو كما قلت انايا، راه اي الانسان كيلفظ بشي حاجه الا لديه رقيب عتيد، كل واحد غادي يتحاسب على داكشي اللي كيقول. وبالتالي عافاكم ردوا البال داكشي اللي كتقولوا، حتى بعض الناس يتواترون ولا المعلومه تتناقل، مع العلم ان معلومه خاطئه. عافاكم ردوا البال النصائح اللي كتعطيو. الوغ المساله ديال هذه الاغذيه ممكن ياخذوها الناس اللي عندهم شيميو. العسل، اقول العسل واكرر العسل الطبيعي، ماشي بعض العسل، بعض الانواع العسل اللي كاينه دابا. راه هنا للاسف كاينه ما يسمى بالغش. الوغ كاين عديد من الطرق ديال الغش، واخا. وبالتالي شنو هو الغش؟ الغش ما هو الا طريقه اكتشفها الناس اللي عندهم الضمائر الضعيفه باش انه يخليك تاخذ ذاك الماده دون ان تكتشف الحاجه اللي فيها خايبه. راه ماشي ضروري بعض الانسان كيقول لك لا انا راه رد بالي ولا هذه. الوغ غير التعريف ديالو هو انه كتستهلك واحد الماده ولكن ما كتعرفش شنو اللي كيضرك فيها. الناس اللي عندهم شيميوثيرابي جواب مباشر، ياخذوا الاغذيه، عندهم انزيمات، عندهم قوه بكتيريه، وهادشي اللي كيحتاجوه. نعم. مده الصلاحيه ديال الاغذيه اللي كتكون مصيره ولا مرقده ولا المخللات استاذ الحليمي، شحال ممكن نحتفظوا بها؟ نعم، اذا كان الطريقه اذا تصوبت بطريقه جيده، ما كانوش فيها هذيك الطبقه الخضراء اللي كتكون فوق ولا هذه المواد الجوغ اللي كيكونوا، لان هذه الطبقه الخضراء ممكن تكون على اي حاجه. الناس كيعرفوا بان الخبز اذا خليتها واحد المده اللي هي طويله كتكون هذه الطبقه هذه، يعني تتكون هي اصلا. وبالتالي الانسان اذا كانوا كيستهلكوها، انا شنو كنقول للناس؟ حاولوا ما ديروش كما كنقولوا في الدارجه ديالنا، ما ديروش ذاك القراعي كبار، ديروا قراعي صغار.
واخا باش يبقى لنا الخلايا المسدودين، لان طونك اننا ما حليناهاش راه كتبقى ما كاينش مشكل، ولكن لما كنحلوها خاصنا نستهلكوا هذيك الماده هذيك واحد مثلا 15 يوم 10 ايام ممكن نستهلكوا اذا كان واحد الاناء اللي هو صغير. هذاك الشيء علاش كننصحوا حنايا الناس هذه شحال في قديم الزمان وقت كانوا اذكياء ما كانوش كيديروا برامل، ما كانوش كيديروا هذا، كانوا كيديروا اواني بسيطه، كيدير واحد اربعه ولا خمسه الاواني كيستهلك هذيك يحلها، الى حلها وضربها الاكسجين ولا دخلها الهواء خاصنا نستهلكوها، الاخرين مازالين مسدودين اشاك فوا كيحل وحده هو غادي. الوغ الطرق اللي هي طريقه بسيطه جدا وما كتكونش واحد الكميه كبيره، وكنحافظوا على الجوده ديال هذا الغذاء هذا. نعم معنا اخر سؤال هو ديال المستمعه اللي هي ام هند كتسولك استاذ الحلمية، كتعاني من داء السكري وعندها حتى المشكل ديال الحموضه، فكتقول بالنسبه للحموضه المخللات ما كتشكلش خطر، الناس اللي خصوصا كتقول درجه ان بعض المرات كيكون عندها مشكل ديال الغثيان وديال القيء ديال المرار. نعم بالنسبه للناس اللي عندهم حموضه راه كاينه واحد الحموضه اخطر هي اللي درنا عليها حموضه الدم، واخا والجميل في الامر شنو هو؟ هو ان البرتقال ولا الحامض هي حامضه في الطبيعه ديالها حامضه، وشوف سبحان الله لما كتدخل الجسم كتعطينا وسط قاعدي يعني العكس تماما ديال الوسط البي اش ديالها اللي كيكون برا الجسم. بالنسبه للناس اللي عندهم هذه المشاكل لا علاقه في الحموضه، هذه الاشياء بالحموضه، على الناس اللي عندهم هذه المشاكل يستهلكوها بالعكس خصهم يبعدوا على المواد المصنعه، اما هذه المخللات هذه يمكن يستهلكوها ما كاينش مشكل. غير كنقول انايا لا الانسان المريض ولا اللي عنده السكري ولا الانسان العادي بدون افراط ولا تفريط، والسماء رفعها ووضع الميزان، على عافاكم حافظوا على الميزان. كنذكروا المغاربه ماشي حنا كنعطيهم هاد الاشياء ماشي اكتشافات، هادشي كيعرفوا المغاربه، عافاكم رجعوا للفطره، رجعوا لداكشي اللي كانوا كيديروا جدودنا، رجعوا للاغذيه اللي كنسميو حنا لاكتو فيرمونتي او الاغذيه المخمره. البروبيوتيك والبريبيوتيك اللي كيهضروا عليها الناس دابا ما هي الا الحامض المسير والزيتون المسير والجزر ولا خيزو مزير اللي كانوا الناس كيديروا عليه شحال، رجعوا لهاد الاشياء هذه، هذه القوه. وكنقول للمغاربه تذكروا دائما ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقايه خير من العلاج. اكيد دائما هي اجمل عباره كنختموا بها لقائنا معاك الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. موعدنا المقبل ان شاء الله غادي يكون معاك يوم الجمعه المقبل، وكنذكر كل الاوفياء ديال ميد غاديو على انه مرتين في الاسبوع كيكون موعدنا مع الاستاذ محمد الحليمي من خلال برنامجكم صحه وسلامه كل يوم اثنين وكل يوم جمعه، موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحه والسلامه ديالكم في الحلقه ديال غدا. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون وفاء فائز فندر رافقتني في الاخراج، وسميحه في استقبال مكالمتكم. صبيحه سعيده وبدايه اسبوع موفقه يا رب، كنتمنوها للجميع، الى اللقاء.